باك هاني يا دراري، كلشي بخير، كلشي مزيان، كلشي مرتاح، كلشي وهذا. كنتمنى تكونوا مزيانين بخير وعلى خير في احسن حال باذن الله تعالى. قلت لي دراري سيزون 1 راه زوينه ديال تخيوس مخيوس احسن من لي سيزون اخرين. الوغ دراري غادي نديروا فوالا سلام ولي سيري الاخرين. بلاش الدراري نكملوا جمعي سيزون 3 راه خصنا نمشيو بها بالترتيب، وديك الساعه الدراري نديروا وحدين اخرين باش ما نرونوهاش. في 90 قلتوا ما عجباتكمش، عارف انا داكشي اللي كتقولوه في الكومونتيرات تنطبقوا بالحرف باش كلشي يبقى على راحته. فاهمين على هذا الفيلم هذا من زمان فباش نستنى. تيداو الحكومة في الليل والله واحد ما سمع به غولوه. شوف الباركينغ خليه يشبع شي وباب العفشه ولين اش من الميزانية يا تقيوش هذا يقولها وراه الله هولندا يدخلوا كي الفيران يخرجوا كي سبوعة. كاينه ولا كاينه هادو الدر هادو ما يعرفوش الحبس تاع بكري تاع فرنسا يا وليدي. كنا نتعذبوا راه نقول لك حاجه راك جوا الجهه هذه الجهه انا قاري معاوده بالسيلوفان راه قالتها لي فرنسا بالشالم ياو وقال لك السيد حكموه بكيلو صلا والله راه بوحده طويله لطيف 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 يا اخي هذاك الرقيق هذاك واش مو هذاك طويل ولا واش مو ايه محضمه وليد بوعلى ملاتشا نعرف بابا رخيص يا لطيف بابا ملاتشا تقيوش والله راه غادني الباركينغ يا خويا وانت علاش غير داك الباركينغ الباركينغ راه فارغ كاش لو يخدم فيه يرحم باباك واحد مره تم والو تبعني خصنا في الدراري في الشيء ديال لي زافير يكونوا كاملين بحال القيوس والله الا خص يكونوا كاملين بحال القيوس ما تيزقالش الفرصه ما تيزقالش نوض يلا نوض صافي غتولد الفلوس ندير اسمع هذه اختار الاخرى اللي تقاري هنا فهمت ما تجيش تشوف كمرتك يا واحد الشابوتي وين عاد اي شيخي بغلو شيخي ما تعرفش تقاري بحال هكذا تقاري في شهر خطبت لنا قال الحيط معني نخدموا به على الحيط هنا هيا روح هيا هيا نف اسمع هذا باركينغ جبتي لي معينك ها ما تحشمش يومين تخطى الطوموبيلات جاو لهذا فقط وي الطوموبيل هذا معينك هذا راه وين هذا راه 4 ايام ومقاري هنايا بالك يكون قيبس لداخل ولا هاي مخلوقه طراي بالكاين هيا لا 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 واش راك دير هبل توا قال لك ماشي متربي ها بنتي والله ما نقولش عليك الخطره من عند عمك دقيوس شوفي الخطره الجايه ما كاش بلاصه واش هنا طوموبيلتك هكذا الوجه قاري هنا معي روحي سلام يا بنتي هي الجايه هي الجايه الشيء لازم تهضر معاهم باحترام ولا باغي ايه في الاخر يبقى فيك الحال علاش واحد تيخدم المراه في الشركه ولا الراجل ما تيخدمش هكاك هكا ولات غاده هكا ولات غاده يا عمي مقيوس واش عمي مقيوس ديتو لي باركينغ ديالي محضم انا هذا مكتوب على اسمي هنايا ما كلاسير واش يرحم بابك ما حشمتو سميتو باركينغ اش بعت ما تشوف في العاب سينياتور لاكوست سينياتور انا معاه في خرج جوني لازم نخرج اي جوستمو قول ما عارف كي دبروا لك خدمه ما تاكل خبز على روحك هذا ديالي هذا مكتوب على اسمي انتوما تروحوا من هنايا واش علي مر تحوش فينا تسمى ولا كيما يا مقيوس شدي عليه يرحم والديك اليوم تثقلوا الراس ديالو يجيب لك في الصباح يا محينك خليني ضرب معايا الوا الوا اقسم بالله غنشمتك الوا هذاك الشخ ماشي اليوم ماشي اليوم ظهري راه ويستر يا روحوا منا روحوا منا اسمع اسمع الطريق هذه واش مالك واقف عليها طيب لحنش انت ما راك قلتها نسبه الى ما راك تلحنش راك تشوف بلاصه هذه فراشه محنك منا وحنا منا فراشه بلحنش تعدى فيا والله ما قريت شوف راك حاط رجلك شت خطره الدم ديالي طاح وانت باهي بحينك شوف يا بوقوق وزيدك حاجه هذيك البلاصه اللي راك واقف فيها هذا كان قبري دفنوني وانا حي الحمد لله ربي طول العمر كان قبرك يا باك شحال تكذبوا يا اخو يا واش كاين راح منا راح اقسم بالله غير شمتك على باك ندير لك طيط يا مقيوش راك تحوش فينا ولا كيف غادي نعاود فيك روحوا منا لا قولها لي ما شبعتكش مليح يا مهينه قولها نجي لك روح منا لا لا عاودها لي قول نعاود فيكم غادي نعاود فيكم واش كاين واش نجاك تحوس اي شحال روحوا يلا جبد جبد طروازي طالو هذيك هي هذيك هي راه راه كذابين يا كباب جاي هيني قاري تما مدام قاري تما زيدي شويه من تما اكي اكي هايله قاري هكذا ايا مليحه مدام مليحه خليها تما روحي مليحه مدام بسم الله الرحمن الرحيم وفي اطار مشروع الدوله حنا ايش كنت على جبنا الحلو خويا قال لهم شاتو ايش كنت خويا الغاوه وبدون اطاله احنا خرجنا فرنسا خرجنا وقضينا عليها بالك في محينك والان الحق الوقت باش نخرجوا هاد الدر هادو تاع درك هادو شحال رشتي هادو هذا خرجت فرنسا لا لا تشقاو عندك هاي في الدار اش قلت علينا ياسر اش قلت انت قيوس ملي قلت لك ما تجيبوش هذا بنادم تقابل به اش قلت وبدون ايطاليا يا جماعه المشير تاعنا راه في خطر اليوم خرجونا من الباركينغ ولا يخرجونا من ديارنا يخرجونا من البلاد يا محينك يا هادو قادرين على كلش ما فيها يضربوا لا كوكايين كاشيات يضربوا كل شيء يا محمد باباك انا فراشه ما خوفنيش بالطيارات والكلب يخوفني الدر هادو درك انا
وحنا نضربوا معاهم ما نقدروش نضربوا معاهم. ايوا جيبو خلاص بديت ترقيقي بديت تخاف اجمع الراجل يجي معنا والخواف يجيب له جدو فاهموا في الخطه حنا نطبقوا تخلطات بين الجنرالات نقعدوا كي البلوكا ومن بعد هما غير يجوا نحاصروهم ومن بعد يبدا الضرب اي ليك ليا المولوديه يكفوف ما على بالك كفوف قلنا قوره دقنا ولا كفانا الوقت نعدمهم ايه ولا طاق ولا طاق ارتاح ارتاح الحاج ارتاح 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 اجي راني نسيت واحد هنا ناس ولي ولي لبيكي بلاندرز يا دباكيك ديالي ناي فهم شوف وليدي ترى شغير ما تعرفش فهمت نتك الفرشة الأخيرة يا بحينا ترجعنا الباركينج ولا ما ترجعناش ضحكتني على بالك اسمع صاحبي دقيوش غدار والله غير يسونصلك توما ضابوا معايا ما بنتوم على بالك راك تضحك واش تحب نقول لك يا وليدي راك قضيت على نفسك حكمت على راك بالموت يا معينك واش نقول لك حاجه انا باش ندني عليك نضربك والله ما نمشك يعني يقولوا حقر اول ايه الناس تهدر انا بعت لك هذا الضعيف فينا قعوش ولا طاق روحوا كيما راكم ناكلكم انا على بالك يرحم بابا محضم انا ماكله سيف نهبلكم ايه تدخل سريع تدخل بطيء هذا سير باش وصلوا عندي تلقى مشى لقى وصل ودوك تا تقعد تدور علينا كنا حنا العمي هنا ايش كنت كنت راني جدك بكجيريكا ايش كنت يا قال المارك يا محينك اللي خذيتهم في حياتي قال المارك الطاحينه اللي خذيتها في حياتي كامل ربحتهم واحده بواحده يا محينك شيوا مارك تواجمع المدينه الضيقه هذيك في الاخير فرشه قريب ولدتنا ولكن تغلب عليها وفي التالي درنا ماتش نول نتوما تبهدلوني وليد البارح يغلبكم يا محينك لا فوت شكون تاعو تاعكم تاعكم يا الجايحين على خاطر نتوما ما تبعتوش الخطه المحكمه اللي قلنا لكم عليها خليني يرحم والديك خليني انا فري وحدي هنا بعدكم انتم يا البغوله خليني نروح ليا خليني والله نقول لك حاجه اليوم والله ما وجه عليك والله ما بنت يا دقيوش راه خويا بنكو راج اطلق لي يدي يا خويا اطلق لي يدي سبحان الله واحد ما راهوش يدك يا دقيوش يرحم بابا اليغاطور دار ما هو انا ماشي اليوم اليوم ظهري راه يشطب دونتي تاعي ما شفتوش هاك دونتي تاعك هاك فمو ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني جينا اليوم نمتعوكم جينا نمتعوكم كما متعتونا بالأمس وجبتونا الاستقلال جينا ندشنوا هذا المشروع الضخم المشروع هذا في سبيلكم أنتم الدولة أعطت لكم ليكم نعم سلكت الدولة ودفعت عليه مصاريف كبيرة 1,000,000,000,000 من أجلكم أنتم قبل ما نهضر كان يصرت لسانه في ديك 1,000,000,000 خليكم انتم لا كان يصرت لسانه لوحوا لنا كلمه كلمه صفق معليش بعدها بسم الله الرحمن الرحيم حنا في الحاله درت شخون شاي قلات قلع على الموتور ايش قلت لي على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم ونقول لكم الصح الصح يا خويا نشكركم بزاف على التكريم هذا وخاصه على الاموال الطائله اللي عطيتوها لنا باش ندير مشروع ويساهم في الدخل الوطني وليك قول بالصح الصح يا خويا انا تاثرت يا خويا بالتكريم يا خويا ونقول لكم حاجه حنا كي درنا الثوره يا خويا ما تجي لينا احنا الدنيا هذه ما كان والو حنا ليكم نتوما باش تعيشوا يا معينك كاينه شوفوا يا جماعه هذا صاحبي وانا نعرفه هذا الانسان شكون اللي شاد لك الديب قزاج والله شي كراهو متاثر وخليه يبكي أنا في حياتي ما بكيت يا معينك أنا كنزت وما بكيتش حط راسك فوق الصدر نتاع الدولة وابكي برد قلبك فهمتني دقيوس واحد اللي ملي نزلت نقول لهم خويا تحكيوا لنا على شوية تعطيونا شوية تاريخ نبذة من المعارك اللي درتوها احكيوا لنا معركة من المعارك اللي درتوها من أجل هذا الجيل الجديد اللي راهو جاي احكيوا لهم
سمعوهم اسمع ايه دوك تما كاين بزاف معارك خدنا هذوك ماشي وحده ماشي 10 هذوك دخيوش كان واحد السلف معركه درناها ما شفوش حنايا احكي لهم معركه ولا زوج اي لا هكذا معليش انا نقدر نحكي لكم على معركه كبيره يا معينك خدناها معركه طاحنه واللي هي معركه الغابه الحزينه الفريج جالوس اكزاكتومون وكنت انا خويا مقيوش في الجبل نشوف رصاصي واش بيك ولو كان يخلص رصاص رصاص سهل دورها بومبات ويخلصوا البومبات خلصوا البومبات دورها بالحجر هاي صحة وخلصوا الحجر ايش هلها خلصوا الحجر دورها بالكف Nous enfants de la patrie, le cœur de gloire est arrivé. Darius et Marius, félicitations, la France est fière de vous. Vous nous avez débarrassé de ces satanés félagas et vous nous avez conduits droit dans leur repère. Bravo. كانوا خاوين ولا كابيتان فرماج والله ما تكسر راسك رانا هي المحينك نقضي عليهم بواحد كل خلا لهم شافونا بالقشاش بحسبونا معاهم ما تخافش اسمع راك معنا ما نقضي عليهم بواحد ومازال فيها مفاجآت وفيف عليك كابيتان فرماج بكيتوني والله انا كسبتوني على زوج اسمعوا انتوا العبره ما يتأمنش ليهم هاد الجوج تفضل الشيخ كمل كم علاش تبكي يا تخيوس ايه هو اللي قال لك يا خويا هو قال لك حكونا على معركه الغابه الحزينه هذه الغابه الحزينه فقط كون نحكي لهم على معركه الواد الغريب يهبل الملا الشيخ رانا كلنا اذان صاغيه شوقنا زيد احكي ما زيد يلا كل حال من بعد الكابيتان بوعلام فرح بينا بزاف مسكين فرح بينا وقالنا بالعقل يا خويا انا كنت كملوا هكذا ولا غير فراسه غدوه تخرج وحنا رفضنا وقلنا له لا احنا فارغين شغل فارغين شغل فرنسان عدبوها وندموها كاينه وبعد موراها يمحينا قضينا كامل العسكر هذوك واحد 6000 بليشيناهم وكان اللي قتلناهم كملناهم يمحينك ومن بعد حكمنا واحد الاسير واعر واسمه السرجان راكيتيتش او وليد راه يلعب في البرسا درك جوار راكيتيتش واحد بيناه واعطيناه كاسير للكابيتان بوعلام كابيتان فرماج انا حكمنا بو الحشيش كابيتان فرماج اني با بليسي في سامبلو يا الحركة يا بيعين فرنسا تربحوا غير العيب أي من راه أو عليك يا أبو العشيش خاف ربي وش بي جدك فرنسا عندها الطيارات عندها الدافع عندها الكامورة تصدم لي بفليش عبي تخرجها روبن هود انت ألور أبو العشيش tu ne veux pas dénoncer tes amis ما نهدرش كيس كي دي يدي ما نهدرش داكور ميسيو كابيتان فرماج حنا نعرفوا تتليكوا حنا نورو لك ومازال كاين مفاجآت وفيف عليك كابيتان فرماج انا زنفان دي لا باتريو نزول دي غلاري طاريفي سبحان الله أبطال التاريخ يتحدث بعد ما أبكيتمونا وأضحكتمونا ما بين نروحوا لسلب الموضوع واللي هو تدشين المشروع الأعظم يتسمى لكل حال هي في الحقيقة يتسمى المشروع هذا تعبنا بزاف تعبنا عليه ونقدر نقول لك اكبر مشروع في قاره افريقيا كامله شوف تواضع هذا صاحبي ونعرفه متواضع وبدون اطاله يتسمعوا لكم المشروع واي 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 قهوه هل يتونا قهوه اعطيناكم 1000 مليار باش تحلوا قهوه بقول لي 1000 مليار باش تحلوا قهوه اكبر واقيله واش بهذا يا اخي دوك انا نروح للمسؤولين واش نقول لهم نقول لهم تعنا مليار 1000 مليار باش نخدموا قهوه احنا كنا طامعين فيكم باش تستثمروا في الشباب ها وعندكم الشباب ها استثمروا فيه ها يستثمروا في الشباب قبل الشباب خدمناهم كاع واش بي جدك تاعي صراحه راه ماشي بوعي هم يغلو هابلك الشباب كده اما على بركه الله نتكلوا على ربي ونروحوا نفتحوا المشروع هاي قول لي
القهاوي غي سالكين او فوتها كيف القهاوي خالصين بداوها من باطل من درك ولا معليش هذا مسؤول مسؤول معليش هي لا ريزون اوكي يا صاحب صحتك تفضلوا تفضلوا صفقوا تفضلوا اللي يدخل عندهم عندهم قيوس ودقيوس خصي الباكيه واحد الحلقه الدراري لقيتها في لي كومونتير قلت لي ديرها فهمتي غنديروها الدراري الحلقه الثالثه ديال بومارطو سير اخي 200 متر كاري قالك بكوارطار صالح الجيران ايه خصني الجيران انايا اي حوش عليك اش مره انايا هيا اقلب الباج اقلب فتاه في مقتبل العمر 22 سنه طويله القامه عريضه الابتسامه خصها غير راجل شي بوادي ديالي انا حبيتها سي بون جبدني بيرو تاعها واش كتسنى استنى استنى قال لك الشرط الوحيد تاعها تعيش مع يماها وين لا يجي مع يماها انا كي نتزوج نحب نعيش شبابي نحب نتمتع انا بصغري من نعيش مع يماها في بالك وين اللي تروش ناري اللي مره هادي اي علينا في جوج صباح الخير خويا الطيوس بخير شكون انت ما نعرفوش انا اختك حوريه ما قلتنيش ما نعرفوش يا اختي سبحان الله ولا ما عقلتك يا محينك الا بشونجي بوكو عندي واحد 30 سنه ما شفتكش اختي حوريه واش راه مولا بيتك واش راه الدراري راكم ملاح اي شكون تايا اي شيبو بديت تسخن هيا دور راسك لي هيا واش راك يا اختي حوريه لاباس وحشتك يا اختي حوريه واش راه جابها من الاخر هذاك واش راه ايه على بها جيت ليك ما تقولي لي الله يرحمو يشي عليه الدنيا دي ما كان والو يا اخويا شوفي حورية الدنيا هادي حي وميت ولا جبت قطعي لياش وكاين رجال هاي بلع فمك كاين شيبو هاي دور راشك لهاي ولي تشكلها باش ما حورية دركا جد النيميرو ديالها وخلاص شاموتي يوم ما مات مازالو حي من علاش كاين واش كاين جيت نشكي لك منو هذاك البرهوشه مشبعني دق ما تقوليش ضربك بختي حورية لا قولي لي عاودي لي بعينك ايه ضربني كل يوم يضربني خويا مقيوش ضربوا لي اختو يا محينك ضربوا لي اختي العزيزه يا محينك خلي نقول لك حاجه وجدي لي القفه اللي راه تلعب في 80 سنه على جالو درت قلو روسي يا محينك وراكي خويا مخي ضربوا لي اختي يا خويا يا خويا ترتقهم اليوم يا خويا مقيوش تبعني للحبس يا محينك حوريه ماشي قال لك اخوك عطي له النيميرو تبعني واحد البغل لا خرج خرج الا انت راجل خرج قابلني على بالك بلي راني هنا راك متخبي واحد ايوا شاموتي يا دقيوش ما تقلقش نعرفك بلي شاموتي وغدار وضربك مبرح اك ضربتي ودخلت الحبس واش نربحو وزيد لو كان جبنا معنا كاش حاجه واش جيب معك سردوك هذا سردوك هذا تجيب له حاجه هذا كان يدي الكف من عندي انا يمحينك درت قلورا شو انا هذا خاف من وين الا انت راجل خرج هذا يقول لك لي جا عندي واحد 40 سنه ما شفتوش نهار شي واحد مقدر درت قلورا ديالو لي وخليني شي واحد ديال بصح من جنب اه وشنو هذا الخبيط هاد قيود ولا على بالي بالك يخبط في راسه وخايف مني ولا اخرج يا راجل اخرج لا اخرج اخرج ديغوس يرحم باباك ديغوس وي جيب العجيج على جيت وحشتك هو جيت وحش بيه اسمح لي جيب العجيز سمح لي كي قلقتك ها تسمى اختي حوريه مشكله علاش حوجتها سقسيها هي تخبرك يا قتلي قتلي على جيل وشبوه يا ابو مارطة ومخارج مارطة مسمار شتشو مسمار منشار فروتوار بالي اللي غادتني 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 كلها بجديد اختك الحاجة اللي توشي فيها يديها مالحين لا لا كاين من هذي لا ريزو فيها وشو شمع لي انا جيب لي ربي هذي ماشي شبه شمع لي تباركم كبار اي كبيرة شوف خليها عليا وهي تجي تقول لي البراوش واش بغيت ولا ما تجيش تمشي هذه عليك كي تجي جيبها معك داكور شي بالعزيز تعرف لو كان ماشي شويه اقترح نترتق له الراس ديالو بهاد المرطه خليني ندخل عنده هي يا دقيوش تا مو بريح خليني ندخل عنده انا الراس انت جد والدك خليني اخرج يغوس وين شيبي مارطو تفضل شيب ديغوس وين شيب انطلق سمعت واش قال الراجل اما لا انطلق شي خاف ما تجيش ومرتو ومرتو ديغوس يقول لك شحال ما خطر ما تجيش تقول ديغوس هذه بيناتنا هذه واش راهو يواشي هذا يرحم والديك وياكل في البانه واش راهو يدير راهو يكسر في الصور راك تشوف يصمونا في العراء ويديرونا في التبرج
والله العظيم اسمح لي خويا ابو مرطوه ندخل في حياتك الشخصيه شويه. هذا الحيط لو كان سبقته يتنحى كلش. هذه راحت لي شبري غبت له هذه. ومرطو خويا شوف انا هضرت مع اختي حوريه واني وصيتها وقلت لما تزيد لنا الدجاني كيما كان الحال. هيا روحتي هيا روحتي هيا روحتي هيا قدك. روحي للدار سبقيني اني جاي. الحمد لله يا ربي كسفات القلوب هكذايا. تا خويا ابو مرطو نوصيك وصايا كي تكون تخبط بالمرطو بالك على وجه البشوش. المراه هذه شابه وجايه للدنيا في وجهي في وجهي وشك راه يبان ها بالسيف ها شوشتك راهي تبان. قول لك حاجه روحوا لي على الدار. والله العلي العظيم ما راهي داخله لو كان ما دزتش هذا الوجه تاعها. هضر لي على مرتي يا ابو مرطو خلاص شوف اي ها. قول لك حاجه ولا ما نقول لك لو كان جات كلمه نترتق له الراس ديالو بهذا المرطو يا معلم. فيف عليك ويا ديكوس هاي بركه بتشار هيا خليني نروح عنده ينعاد ديكوس. وي خويا يا ابو مرطو مرطو لا لا عندك الحق كسر كسر ايه ما يحشموش. شاك دير يا رحب والديك وشاك دير بحي الشجرة حي شوية هارك تشوف فيها نقلع في الشجرة ولا شدي حي شجرة هارك تشوف راهم دايرين فيها مرأة متبرجة مصورينها. اسمع لي خويا ابو مرطو ماشي باش تدخل في حياتك الشخصية ولا حاشا بصح هذا رسم تافه تاع اطفال صغار وتقدر بالشيفونات تنحيه فوالا. ما فكرتش فيها هادي ما خممتلهاش شي نورمال ما يخممليهاش. على كل حال ابو مرطو خويا انت انا شي مليحه وحبيبي نجي بالعجيج هادي اختي حوريه راني جبتها وراهي شاطره روحها كيما حبيت انت صاي متفاهمين ديكوس هو جاي. سبحان الله العظيم شوف دوك العينين يا خويا تقول سيناموا ها سيناموا بغل لهرب بهرب ديال بغل يا ابو مرطو خاف ربي يا خويا يا ابو مرطو حبس جد تكسر هذا مش صباح تتكسر معايا يا خويا اه ديكوس ما جاني يقول لي ديكوس يرحم والديك فهمني الفيلا تاع الشيد علاش ترتقلو في جد والديها راك ريبتها يا محينك فهمني علاش راك فتنتها. فيلا تروازي طاش دير بيبليسيتي تاع مرا ومتبرجة. اسمح لي خويا ابو مرطو ماشي باش ندخل لك في حياتك الشخصيه بصح كنت قادر تنحي البيبليسيتي برك يا إيه؟ ما تريب ايه ستروطار هذه ما خممت لهاش يرحم باباك راك فتتها له درك شيبه. على كل حال خويا خممت بعدا راك خدام الفيلا هذه راك عبد ترتقها له ثاني. اسمح لي اه كيما قلت لك انت حوريه راني شتتها راني جبتها خلاص هوري دخلي يا روحي هوري يا روحي ايوه امشي هوري طيب هنا الدار دوك نجي يعطيك الصحة خويا دقيوس. سبحان الله شوف ذاك الصوت الملائكي شوف صوت العندليب يا خويا تقول فيروزي يا دقيوس صوت المرأة عورة ويهضر لي في الصوت على المرأة تاعي مرطو مشاك تسنى باش تهرب يا البغل حورية حورية تتخذ هاي على دراري تقشعوا عليك تصور جديد فيديو جديد.